الاتفاق الرابع جاء في إطار مشروع قانون 38/19 ويوافق بموجبه على اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا في مجال المساعدة القضائية في الميدان الجنائي، تم التوقيع عليها بالرباط بتاريخ 19 مارس 2019، وتهدف إلى تعزيز الأسس القانونية لتبادل التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين البلدين، وكذا تضمن للطرفين منح بعضهما البعض المساعدة القضائية في الميدان الجنائي بالنسبة للأفعال التي قدم بشأنها طلب ومجرمة بمقتضى قوانينهما.